أنا شايف جامعة القاهرة هتعمل أشياء كثيرة جدا، من أولها البحث العلمي، إنه لا يوجد تخصص من تخصصات جامعة القاهرة إلا وله دور في الإعداد لهذه القمة، وبالتالي مع باقي الجامعات الأخرى الشقيقة في مصر وأيضا إفريقيا وعربيا. جامعة القاهرة تتنافس مع الجامعات أخرى في الداخل وفي الخارج، لكن هذا لا يمنع أبدا، بل بالعكس تشجع عليه الجامعة، لو سمحت أعمل بحث مشترك مع جامعة في الصين، في مصر، في أفريقيا، في الغرب. في الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى بعض الجهود التي قامت بها جامعة القاهرة. إحنا أطلقنا مسابقة بحثية كبرى لعمل مشروعات بحثية قابلة للتطبيق بين علماء وباحثين الجامعة، بتصل جوائزها إلى 1,000,000 جنيه، بشرط أن المشروع البحثي يقدم تقنيات منطقية قابلة للتطبيق ومبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية البيئة. وأنا بجدد الدعوة للسادة الباحثين والعلماء لكي يلحقوا بالموعد النهائي في 28 مارس لتقديم هذه المشروعات البحثية. وأنتهز فرصة وجود الأستاذ الدكتور محمود محي الدين لكي أعلن على مبادرة جديدة بين طلاب جامعة القاهرة، تقوم أيضا على تقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، بالإضافة للنقطة بقى الجديدة اللي هي التكيف مع تغيرات المناخ. يبقى أنا كده عندي في جامعة القاهرة 3 مبادرات: المبادرة الخاصة بالأساتذة والعلماء، المبادرة الخاصة بالطلاب، المبادرة الخاصة ببروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وممكن برضو نتقدم به في المؤتمر القادم. كل التقدير لهذه المبادرات اللي قامت بها جامعة القاهرة وتقوم بها، بالإضافة للي حضرتك تفضلت بي أيضا باستجابة سريعة لبعض المقترحات العملية لإشراك الطلبة والأساتذة في عدد من المجالات المؤثرة، سواء في موضوعات البحث أو في المسابقات أو في إطار نماذج المحاكاة. جامعة القاهرة عموما وكلية الاقتصاد أيضا نتشرف بالانتماء لها، لها تجارب كبيرة جدا ومهمة في استخدام نماذج المحاكاة. بتشرف أن أنا كنت مشرف على نموذج البورصة المصرية سنة 97، وما بقابل بعض الخريجين من الكلية بعد سنوات عديدة بيعرف نفسه ببعدين، أنه هو متخرج من كلية الاقتصاد جامعة القاهرة ومن المشاركين في نموذج البورصة لأنها فادته في حياته العملية. يعني صحيح بتبقى شكلها كده كأنها اكسترا كريكلم اكتيفيتي او حاجة خارج المنهج المقرر، ولكن تأثيرها على التكوين العلمي والبحثي بيبقى كبير للغاية طبعا.